متابعينا متابعي تخصص العرب في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. نستعرض معكم اخر التوقعات الخاصه بالحاله الجويه خلال الفتره القادمه. نبدا معكم التوقعات الخاصه بهذه الليله. اجواء مستقره في عموم المناطق بارده مع توقعات بتشكل محدود للضباب في اجزاء من السهول الشرقيه وحدوث تدن في مدى الرؤيه الافقيه. تدريجيا مع نهار غد الاربعاء هنالك انخفاض ملموس وواضح لدرجات الحراره وتوقعات بتجدد هطول زخات الامطار في المنطقتين الشماليه والوسطى بمشيئه الله مع ساعات الظهيره وبعد الظهر، تكون غزيره على فترات ومصحوبه بزخات من البرد لا سيما في المنطقه الشماليه. هنالك توقعات بوصول منخفض جوي عميق مرفق بكتله هوائيه شديده البروده، متوقع ان يؤثران على المملكه تدريجيا مع ساعات مساء الخميس، وسنستعرض معكم حاليا التفاصيل الخاصه بهذه التوقعات. 6 درجات مئويه هي الصغرى المتوقعه لهذه الليله مع ظهور متفرق ومتفاوت للسحب ارتفاعات مختلفة، رياح متقلبة الاتجاهات وخفيفة السرعة. نستعرض معكم الآن التوقعات الخاصة بالأمطار لنهار الغد. هناك توقعات بتشكل هذه الأمطار في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وتحرك هذه السحب الركامية الممطرة عبر دولة فلسطين مباشرة إلى المملكة إلى الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة. تكون هذه الأمطار كما حدثنا غزيرة أحيانا مع ساعات بعد الظهر ومصحوبة بالرعد لا سيما في المنطقة الشمالية. نستعرض معكم الآن التوقعات الخاصة بثلاثة أيام. 9 درجات مئوية هي العظمى المتوقعة نهار غدا، هنالك هطول لهذه الأمطار على شكل زخات كما تحدثنا في شمال وسط المملكة، تراجع واضح على الفعالية الجوية مع ساعات الليل. تدريجيا مع نهار الخميس هنالك ارتفاع واستقرار على الحالة الجوية مع ساعات النهار، لكن هنالك نشاط في الرياح الجنوبية الغربية. مع ساعات الليل هنالك انخفاض واضح وحاد وكبير الحارة في مقدمة هذا المنخفض الجوي العميق الذي سيتمركز حينها إلى الشرق من جزيرة قبرص. توقعات بهبوب رياح شديدة السرعة تصل في هباتها إلى أكثر من 100 كيلومتر بالساعة، وتوقعات ببدء هطول أمطار غزيرة في المنطقة الشمالية بعد مشيئة الله تمتد سريعا إلى باقي المناطق. تدريجيا مع ساعات فجر الجمعة هنالك توقعات ببدء تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية، تمتد سريعا هذه الثلوج إلى بقية المرتفعات الجبلية العالية في المملكة التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر مع ساعات فجر وصباح الجمعة. هذه الثلوج بنوقع بمشيئة الله أن خلال نهار الجمعة أن تتحول تدريجيا إلى أمطار نظرا لارتفاع درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة والعالية من الغلاف الجوي. 4 درجات مئوية هي العظمى المتوقعة نهار الجمعة مع أجواء باردة وعاصفة وممطرة بعد مشيئة الله. توقعات بانحسار تدريجي للفعالية الجوية بعيد ساعات الظهيرة وانحسار تام لهذه الفعالية الجوية مع ساعات المساء والليل، لكن مع بقاء الأجواء باردة وسط هبوب رياح شمالية غربية قوية السرعة. أما التوقعات الخاصة بالضغط الجوي هنالك تشكل لهذا المنخفض الجوي في حوض جزيرة قبرص وتحركه إلى الشمال من الأراضي السورية مع ساعات فجر الجمعة. يتحرك هذا المنخفض لاحقا إلى الشرق وتعبر أثناء ذلك البلاد جبهة هوائية باردة رئيسية تابعة لهذا المنخفض الجوي. مع ساعات عصر الجمعة يتحرك المنخفض بعيدا نحو غرب الأراضي العراقية ويبدأ مرتفع جوي بالتشكل فوق مناطق مصر وشرق البحر الأبيض المتوسط ليؤثر على المملكة وسائر بلاد الشام. كان معكم الدكتور أيمن صوالح من كادر التنبؤات الجوية في طقس العرب، والمزيد من التفاصيل قوموا بتحميل تطبيق طقس العرب على الهواتف الذكية. دمتم برعاية الله.